طب ما شاء الله يا احمد، برضو انت مش مهتم بس بالاغاني اللي مرتبطه بالمطربين الكبار اللي انت اشتغلت معاهم، لكن كمان فكرك انك تعيد الهويه المصريه مره تانية وتهتم جدا بالتراث المصري بتاعنا، سواء كان الصعيدي او خط القناه ايا كان الشكل بتاعه، ده برضو يعني مش سهل. وايه اللي حبيبك طبعا في الجزئيات دي بشكل كبير؟ يعني تحديدا فكره الهويه، فكره ان انا دلوقتي لما باجي اسمع بصراحه هي غيره جدا على الفن المصري يعني. مع احترامي والله العظيم، بس انا مثلا يعني انا مش هينفع اسمع حاجه تونسي وما اعرفش ان دي تونسي. تمام. برضو انا اسفه، سوري هقطعك، العصفوره بتقولي ان انت بتتكلم كويتي وتونسي، وايه تاني يا عصفوره؟ لا انا ما بعرفش احكي تونسي. ما شاء الله. انت تعرف انت لا بيتكلم تونسي والله زي تونسي. نحكي تونسي. ما شاء الله عليك. لا انا بحب تونس برشا برشا. واحنا بنحبك قوي. بس بالنسبه لموضوع الهويه، الفكره في ان انا غيره على الفن المصري، ان انا بسمع دلوقتي معظم اللي الفنانين بيقدموه ما بحسش ان في، يعني انا لو انا حد مش مصري وبسمع، لا مش هبقى عارف ان دي اغاني مصر. او ان دي اغاني مصريه. انا مش عايز برضو اروح للتراث قوي، بس عايز اقدمه بشكل، او عايز اخد الروح يميز الفن بالزبط المصري، حاجه تميزه يعني، حاجه يعني احنا مثلا عندنا المقسوم، حتى المقسوم ما بقاش دلاله كافيه على التراث المصري. عندنا بالظبط الايدنتيتي، عندنا حاجات كتيره قوي، عندنا زي ما انت قلت خط القناه للسمسميه، يعني عايز اسمعها في الاغاني. يمكن اخر مره سمعتها مثلا كانت في الفنان تامر حسني بالظبط، واتبسطت جدا. انا احب اسمع ده جدا، احب اسمع الصعيدي النوبي يعني. طبعا منير اتبسطت يعني، بس برضو مش هكذب عليك، في محاولات وفي اغاني وهتلاقيها على فكره بتنجح جدا. الفنانه اصاله قدمت يعني كنت عايزه اقول لك على بنت اكابر، بالزبط. ده يعتبر الفن اللي هو او التراث الصعيدي بالظبط بالظبط، فدي حاجه من الحاجات برضو. فبتلاقي دايما لما بتيجي حاجه من الاغاني دي بنقدمها بشكل جديد وبمزيكا جديده تناسب الوقت ده والسمع بتاع دلوقتي، فهتلاقي انها بتنجح جدا.